السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناة أم أركان، قناة للأفكار التربوية. نتقاسم معكم اليوم التقويم التشخيصي للسنة الرابعة، بالضبط مادة الرياضيات. أول تمرين فيه يعني الهدف منه معرفة مدى تمكن التلميذ من العمليات الأربع، يعني ضع وأنجز. فاش كنقولوا ضع وأنجز، كنمتحنوا التلميذ أو اللي كنديروا له التقييم ديالو واش كيوضع، يعرف يوضع الوضع الصحيح، يعني الوحدة تحت الوحدات والعشرة تحت العشرات. كذلك كنشوفوا النتيجة واش هي صحيحة. ثلاثة العمليات حيث ما أمكن، هنا العملية الجمع يكون فيها الاحتفاظ باش نشوف التلميذ واش كينسى الاحتفاظ ولا ما كينساش. هنا يعني كيفاش يعني راه غادي يمكن له، غادي نديروا مثلا 2 + 6 لا يمكن، يعني باش يعرف الأمور واش وما ينساش باش يرد مدى السلف. وهنا جدول الضرب او لا عملية الضرب. هنا الترتيب تزايديا خصو يعرفها. حاول ندير اعداد اللي عدد اللي مكون من نفس الارقام، غي تغيير المكان ديال الرقم ديالو باش يكون التلميذ رد البال اكثر. وهنا عندنا القصة داك مسألة، وباش انا مولفة التلاميذ يعني باش يخدموا بجدول حل وعمليات، هكا كيكون العملية تنظيمية اكثر. اكتب الاعداد بالحروف. عندنا اكمل الشهور، يعني هو اللي غادي يكملهم كاملين. وهنا العدد داك التمرين رقم 6 هندسة، باش التلاميذ هذا هو السبب اللي خليني ما نديرش التقويم اليوم. علم التلاميذ باش كل شيء يجي بالادوات الهندسية ديالو، حيث هنا ارسم مستقيما عموديا على المستقيم دي. هنا تشير الساعة الى، هو خصو يقرا لي القراءة صحيحة للساعة. هنا رسوم هو يعوضهم. وبالنسبة للسؤال الثالث الاخير، وهو ارسم محور تماثل كل شكل. هذا هو الامتحان اللي غادي تقويم او الرائز اللي غادي نوضع غدا ان شاء الله للرياضيات. بالنسبة للناس اللي طلبت مني جدول يعني خاص بأسبوع التقويم، إن شاء الله الفيديو الجاي من بعد من هذا غادي يكون يعني جدول توزيع الحصص الخاص بأسبوع التقويم، يعني اللي غادي نخدمه به غير هذا الأسبوع. وغادي نوضع إن شاء الله هذا النهار آخر فيديو آخر اللي غادي تكون فيه نشاط العلمي، جائز نشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس.